أحسن الله إليكم. محمد من مكة المكرمة يقول: هل يجوز لي جمع نية صوم التطوع صوم كفارة الحلف كصوم الأيام البيض مع نية قضاء كفارة الحلف؟ لا، لا يصلح هذا. الحلف واجب، تصوم له صوما واجبا، إذا عجزت عن الإطعام والكسوة صوم له صوما واجبا، ولا تأتي بالنفل تحتسبه عن الواجب، هذا لا يجزي. إذا أردت زيادة الأجر تصوم الأيام التي يشرع صومها ويستحب صومها، وأما صوم الفرض فهذا تؤديه بنية الفرض. نعم.